la cuerda más relajada cuesta así. اي حاله بتيجي ناخد كيمو ثيرابي بتعمل لها حاجه اسمها كيمو ثيرابي فلو شيت. كيمو ثيرابي فلو شيت دي بنسجل فيها كل الديتيلز بتاعت البيشنت، وبنسجل فيها الديتيلز بتاعت الكيمو ثيرابي اللي بياخده والتوكسيستي بتاعت الكيمو ثيرابي معايا، والتاريخ بتاع الجرعه دي وتاريخ الجرعه اللي بعديها معايا. فانا بعمل الكلام ده عشان اعمل ايه؟ احدد حاجه اسمها ديزيز اكستنت اوف ذا ديزيز. يعني انا كل ما باجي اعمل ايفالويشن ومطور للسيبتكس الكيمو ثيرابي بيبقى من ضمن الحاجات اللي لازم اتابعها اتابع الاكستنشن بتاع ديزيز. يعني الحاله ديت مثلا حاله زي حاله اللنج اللي احنا قلناها دي، فالحاله دي هتاخد كيمو ثيرابي. فهو بدا انيشال ليجن السايز بتاعه كام؟ 5 سم. فانا هديله 2 سايكل مثلا كيمو ثيرابي وارجع اعمل له سي تي سكان تاني واشوف التشنج اللي حصل في السايز بتاع الديزيز، اشوف الليمف نود اللي كانت موجوده في ده ما اختفتش، يبقى انا قدرت احدد الايه؟ ديزيز اكستنت. واسجل بقى الكلام بتاعي ده في الايه؟ في الفلو شيت بتاع الحاله. دي حاجه، الحاجه الثانيه اللي بتابعها بتابع التوكسيستي. كل كيمو ثيرابي ليه سبيسيفيك توكسيستي بتاعها. تقريبا كل انواع التوكسيستي ممكن تحصل مع كل كيمو ثيرابي. ديرماتولوجيكال، نيورولوجيكال، هيماتولوجيكال، كاردولوجيكال، كل انواع الكوميونيكيشن لما تجمعي كل كيمو ثيرابي تلاقي مغطيه كل الديزيزز ممكن تحصل في البطن. يعني في كيمو ثيرابي يعمل في ادويه تزود الضغط زي الافاستين مثلا، يعمل هايبرتنشن، يعمل بروتوناري. في دواء زي الدوكسالوكس اللي احنا خدناه والكلام عليه المره اللي فاتت، يعمل كاردوميوبس، يعني يبقى كارد توكس. في ايجنت تعمل نيوروتوكسيست، في ايجنت تعمل نيفروتوكسيست. في الاخر كل واحد من دول المفروض بيعمل درجه معينه من التوكسيستي وبعد كده بيريكفر. يعني مثلا انا اديت حاله ميزوتوكسين او كروسين، الكروسين لما بيديها ميزوتوكسين هيعمل حاله اسمها ميكوزايتس. الميكوزايتس دي هتبتدي في لحظه معينه بعد ما خد الكيماوي، لو خد الكيماوي النهارده تبدا تحصل ميكوزايتس في وقت معين. وتبدا تحصل بجريد صغير وبتزيد تزيد تزيد لحد ما توصل الماكسيمم بتاعها بعد كده بالظبط. يبقى انا عندي هنا تو فاكتورز. الرابيديتي اللي بيحصل فيها الكومبليكيشن، يعني تخيلي لو نفس دي بس حصلت في فيلير كده معايا، والاليفيشن اللي بتعمله بتحققه تمام، ودول بيحددوا الايه؟ ريكفري. يعني تو بيش مين فيهم اسوء؟ المفروض انا متوقع ان الميكوزايتس تحصل بعد ما اخد العلاج بسبع ايام. جالي مريض بقى جاله ميكوزايتس بعد 9 ايام، وفي شخص تاني جات له ميكوزايتس بعد يومين، يبقى مين اسوء؟ بعد يومين. حتى لو لهم سيم جريد معايا، حتى لو وصلوا نفس الجريد، يعني ده وصل لجريد 3 وده وصل لجريد 3، دي حاجه. نفس الحكايه، مريض خد الكيمو ثيرابي وبعد 9 ايام اللي هم المعتادين ظهر الميكوزايتس، ظهرت عندي جريد 1، ومريض تاني ظهرت عندي جريد 1. تابعته لحد النكست سايكل، المريض الاولاني اللي ظهرت عندي دي اللي عندي دي 9 وظهرت عندي جريد 1، اعلى درجه وصل لها كانت جريد 3. المريض الثاني اعلى درجه وصل لها جريد 2، يبقى مين الاحسن؟ جريد 2 تمام؟ طب واحد الاثنين ظهروا في نفس اليوم ووصلوا للماكسيمم جريد 3، واحد منهم حصل ريكفري فجاي المره الجايه لقيته ريكفرد، وواحد ثاني جاب ميكوزايتس لسه ميكوزايتس ستيل موجوده، مين يبقى مين احسن ومين اسوء؟ اللي جالب كومبليت ريكفري معايا؟ يبقى في الاخر اعطاء الكيمو ثيرابي مش شطاره. بمعنى الكيمو ثيرابي انت لو جبت حجر تقدر تديله كيمو ثيرابي، شطارتك مش في اعطائه بقى، شطارتك في الهاو تو ديل ويز كومبليكيشن ويز توكسيستي معايا؟ هو الموضوع اللي انا قلته لك ده مش صعب، اوزع واكتب الدوزس وكذا وكذا وكذا، بس اهم حاجه اللي هتجيلي مع كومبليكيشن. طب دي كومبليكيشن منهم حاجات سيمبل، في حاجات معقده اكتر، يعني ممكن المريض يخش في هايبر تنشن، في دواء زي الافاستين بيزود الضغط، هيبقى محتاج كنترول في هايبر تنشن، ممكن يوصل المريض لماليجنت هايبر تنشن، ايفن من وقت الافاست. انا ساعات لما الاقي الموضوع ورث وان كنترولبل، انا مش قادر اعمل كنترول على الهايبر تنشن، يبقى انا اقدر اعمل كنترول للدراج. انا مش قادر مش هقدر اكمل دراج، فبوقف الدراج للمريض معايا. زي برضه الدوكسالوكسين، المريض بتيجي تدي الدوكسالوكسين المفروض الباتن بتاع التوكسيستي ما يحصلش اقل من 350 مللي جرام على متر سكوير. طب الحاله ممكن في فاريشن ما بين الناس، وفي بنقول عليها انيشال او بيز لاين كارد فانكشن. مريض جايب البيز كارد فانكشن بتاعته وهي كان عندها اليمنت اوف كارد مايوبسي بس كونفانزيت، يعني هي اوريدي كارد مايوبسي، خدت الدوكسالوبسين فالدوكسالوبسين زق الهارت زق، فجات لك المره اللي بعديها لقيت الهارت فانكشن بتاعت الهارت بقت ورث، يبقى ساعتها هتضطر ايه؟ توقفي الدواء، لان مش هتعرف تمانج، مش هتعرف تجيب لوز كوميونيكيشن، لان انا عارف في الاخر انواع الكوميونيكيشن هيبقى في حاجه اسمها ريفيرزابل كوميونيكيشن وايرريفيرزابل كوميونيكيشن. الريفيرسبل كومبليكيشن دي اللي هي بتطلع وتعلى وتنزل وخلاص خلص الموضوع، الريفيرسبل دامج هيحصل مش هتروح فيه، وبالذات بقى دي بالدرجز اللي لها كميوليتيف افكت،
يعني السايد افكت بتاعها كان بيولتفل. زي مثلا سيسبلاتين، سيسبلاتين هيحصل نفروباسي بدرجه بس مش هتروزولف، فما ديك دي تاني هيحصل نفروباسي تاني هتزيد، يبقى بيحصل بروجريشن للايه؟ للنفروباسي اللي هو الريفرس. هل ريجن هايبرتنشن معناها ان الضغط بتاع الانسان ده يعلى بشكل عالي جدا؟ انت بتقسم الضغط بتاع الانسان حسب الدايستوليك بلاد بريشر. فانا عندي الدايستوليك بلاد بريشر بتبتدي من كام؟ من 80 اللي هو فانا من عندي من 80 ل 90 دي كاتيجوري، بعد كده من 90 ل 100 دي كاتيجوري، من 100 ل 110 دي كاتيجوري، ازيد من 110. فانا لو عندي الضغط بتاع ال 820 تمام 110 هم غيروا الجايد لاين شويه، فلو الضغط بتاع الحاله الدايستوليك اكتر من 120 وما بيمونوت ريسبوند للتريتمنت اللي هو اليوجوال اللي بياخده الحاله اسمه مالجن هايبرتنشن. معايا؟ يبقى حسب درجه الضغط واستجابه للعلاج. هنخش بعد كده في الادمنستريشن اوف سايتوكسيك ايجنت. اول حاجه في السايتوكسيك في منها اورال في منها انترافينس. الاورال ليه بروبوشن معينه خاصه بيه، اللي يتاخد مع الاكل او ما يتاخدش مع الاكل، يتاخد قبل الاكل يبقى قد ايه وما ياخدش مع الاكل قد ايه، هل المريض يعمل شيرنج للفورمولا بتاعته ولا لازم ياخدها انتكت زي ما هي ولا لا. ليه من اكتر الانترافينس؟ الانترافينس عشان تدي انترافينس دراج اول حاجه تعمل لها حاجه اسمها فين سيلكشن، تلاقي الفين اللي هتدي فيه، لازم الفين اللي هتدي فيه ده يكون لارج فين زي ايه؟ زي اللي انا منقيه كده، اللي انا عندي مجموعه من الفينز، عندي البيتا كاربال فين ال 12 في البونز هاند تمام؟ واللارج فور ارم فين، الفين بتاعت الفور ارم زي البيت الميتاليك فين معايا؟ دول الفينز الكويسه، الفينز الوحشه الفينز اللي بتبقى في الكيوبيتال فصة اللي هنا الكيوبيتال فصة تحتها ماشي فوقيها ماشي بس فيها نفسها مش ماشي عشان اوفرلاي الالبو. لو حصل هنا اكسترا بوزيشن هيحصل ايه؟ فايبروزس، بيحصل ليميتيشن موفمنت بتاع الالبو. ذا سيم للبند اللي في اوفر ريست، يبقى انا دي تحت ماشي قد فوق ماشي بس ما اديش عندي الايه ريست، يبقى دايما ابعد عن الاماكن اللي فيها الايه الجوينت، لازم يكون لارج فين. الانترافينس لاين اللي هتستعمله لازم يكون فريلي فلوينج انترافينس لاين، بمعنى لما تيجي تعمل تيستنج لاي باس واي بتاعي فانا بعمل ايه؟ بعلي المحلول اعلى من الفين معايا؟ اي فين انت هتابلاي بريشر حتى لو الفين مش كويس، البريشر انت هتابلاي بسرنجه بالبلانت ده هيدفع الفلويد معايا؟ ده الوضع ده مش شرط يكون الفين فريلي موفينج، ممكن يكون البريشر اللي بديه هو اللي بيعمله عشان اتاكد ان الفين ده مناسب اعمل ايه؟ افتح محلول واشوف المحلول بينزل بجرافيتي وبيوصل ولا لا معايا؟ يبقى اللي انا عشان احدد النقطه بتاعت في الفلو من الانترافينس لاين احددها بايه؟ مش عن طريق اللي انا اعمل سرنج 20 سم واقوم اعمل بيها بوش، طبيعي البوش اللي انا بعمله ده بالبريشر اللي بعمله ده هيابلاي وهيدخل الفلويد. لا لو الفين بتاعي انا بره الفين اللي هي الكاميرا اللي انا مركبها بره الفين او على الحروبروب او الفين دي اوكلودد، لو عملت فريلي بقى حطيت الازازه بتاعتي وسبت الفلويد ينزل بجرافيتي مش هينزل. معايا؟ يبقى انا لما بعمل تيستنج للفين بعمله بايه؟ ما بعملوش ببولس فلويد، اعمله براننج ايه؟ لاين، وارفع اللاننج لاين اعلى من مستوى الايه؟ الفين اللي بدي فيه. لو لقيت اللي هو بدا يحصل دريبنج هتبص في البتاعه الصغيره دي اللي تحتيها موجوده في الايه؟ في اللاين في الفينس لاين، لقيت فيه بيحصل دريبنج يبقى الدنيا ماشيه. لو في ريزيستنت يعني لقيت المحلول ما بينزلش او بينزل نقطه خفيفه خالص خفيف، يبقى معنى ذلك اللي في حاجه ريزيستنت قدامه. المفروض الفينس از اوف هاي ريزيستنت ولو ريزيستنت؟ لو ريزيستنت ما فيهوش بريشر، بريشر في الفين اساسا نيجاتيف بريشر تمام؟ فلما انا الاقي الوضع ده يبقى غالبا الكاميرا تحت دي فين؟ بره الفين. فاحنا دايما المنوفر من ضمن اللي بنعمله عشان نتاكد نعمل ايه؟ قبل ما ادي كيمو سيرابي خالص بقوم معلق محلول فاضي شويه محلول صغيرين واعمل المنوفر ده. لو قدر الفين يستحمل شويه المحلول دول ويمشيهم في وقت معقول، يعني انا حاطط له مثلا 100 سم، ال 100 سم دول ممكن يمشوا في الفين بسرعه خمس دقائق بالظبط، خمس دقائق 10 دقائق بالكتير يكونوا خلصوا. معايا؟ المفروض انت حاططينه ودانيت بقى مستنيه ساعه يبقى الفين ده بايظ، يبقى انا كده عملت تيستنج للايه؟ للفين. لو في اي مشكله في الفين يبقى الفين مش كويس، يبقى انا كده تجنبت الايه؟ اللي انا ادي المريض كيمو ثيرابي ويعمل له اكسترا بازيشن. يبقى دي نقطه. النقطه اللي بعد كده اللي هي نقطه الايه؟ الاكسترا بازيشن. ده مهم جدا. الاكسترا بازيشن بنقسم على حسب الكلام ده الدراجز كيمو ثيرابي الدراجز الثري جروبس، حاجه اسمها نون فيسكال ويتنت وفيسكال. الفيسكنت ديت اللي هي الدراجز اللي لما تخرج بره هتعمل نيكروز للتشو، تعمل ماسف ديس للتشو معايا؟
الدارك فيزيكال ديت عامله زي السلايد، يعني مش هتعمل اي حاجه ولا هتعمل اي رياكشن. ما بينهم بقى الايريتنت بتعمل اريتيشن، يعني المريض يحس بين، يحس بشويه فاينز انفلاميشن خفيفه بس ما يحصلش ايه تيشو ريبورت. طبعا في منهم امثله، هنا مثلا الاشهر مثال الادويه ديت دوكسروكس. دوكسروكس من ضمن اشهر الامثله خالص اللي موجوده في الجروب دي، او الفينكريستين معايا. زي كده قلت لك الدراج دي لو ما انا باجي اديها اكشولي المفروض ما تديهاش انفيوجن، تديها بولس معايا، بس تديها بولس بقى ستريك. في مصر مشكلتنا اللي ممكن الكاميرا بيركبها متركبه ممرضه، فمين ضمنك اللي هي متركبه صح؟ لو هي متركبه تحت جايد، ايفن بره بيركبوا الوقت الكانولات تحت الترا ساوند جايد او الترا فايلوت جايد معايا، عشان يتاكدوا ان الفين ده مناسب والكانولا جواه ومفيش حاجه منها براه. فانا ساعتها هضطر اديه على محلول عشان لو حد حصل استرابازيشن يخف الاكسترابازيشن، لانه طبعا اسوء حاجه لما يحصل اكسترابازيشن بايه؟ بكونسنتريتد دراج. طب لو انا مضامن اللاين مظبوط والكانولا مظبوطه يبقى احسن طريقه ليها ايه؟ بولس، عشان اقلل فرصه السبينج اللي اللاين يخرج من الفين. ماشي، بالنسبه للفيكريستين مثلا او الدوكسروكس. من ضمن الدرجات اللي موجوده في الحته ديت سيس بلاتين مثلا. ايريتن معايا؟ دوسيتاكسل ايريتن تضرب. فوراسيل ايريتن. جيمستابين ايريتن. معايا؟ يبقى انت في الجروب دي هتحتفظي مين؟ دوكسروكسن والفينكريستين دون بلاتين. اشهر واحد فيهم الايه؟ الفينكريستين. يبقى الفينكريستين والدوكسروكسن. في الجروب دي هتحتفظي مين؟ سيس بلاتين، فوراسيل، ودوسيتاكسل مثلا. الجروب ديت ايوتي كان كاربو بلاتين. ماشي، اهم حاجه تركز عليه البيسبلان. لو حد ضربت تحفظهم بالاسم واحد واحد اهو في التعامل بعد كده، لانه دول اللي فيهم الخطوره. الباقيين ريت انت وحش بس مش زاف وحش كتير، هيبقى شويه انفلاميشن احمرار مش عارف ايه وهيرزول. لا دي بيسبلان ده بيحصل الكروس درجه تحصل التسريشن، على تيجي تلاقيها بعد كده يحصل سلاف من السكن، السكن يتشال وتلاقي فيه السر عند الحاجة ومش بتهيل. دي اللي بتاعها صعب جدا وبتحتاج غالبا جرافت. الادفيرس افكت اوف كيموثيرابي منها حاجه اسمها جنرال افكتس. كل مرضى بلا استثناء تقريبا اللي عندهم كيموثيرابي بيجي لهم فتيك قبل الماليز. يجي يقول لك انا حمدان، ايه الفرق بقى بين فتيك وماليز؟ فتيك معناها ان الواحد لما يبذل مجهود يتعب، فهي هتبذل مجهود اقل ما هي معتاده ما تتعبش عنده وتتعب. يعني هي كانت متعوده تقف تغسل الصحون ما تتعبش، حاجه بسيطه. فلما تيجي تقول لك ما وقفت غسلت الصحون حسيت نفسي انا تعبانه جدا مش قادر اغسل الصحون، يبقى ده كده معناه اللي عندها ايزي فاتيج. ماشي، المريض بقى لا، ده اللي نايم في السرير وتعبان حاسه بجهاد وهي نايمه مرتاحه تماما، يبقى ده المريض. لما يبقى الواحد نايم في السرير ما بيبذلش اي مجهود، ما فيش اي مجهود خالص نهائي وحاسس ان هو تعبان ومرهق. زي ما بيجي لنا برد، احنا بيجي لنا دور برد، بننام في السرير بنبذل مجهود ما بنبذلش مجهود بس بنحس ايه؟ احنا مجهدين اجهاد ما فيش، مش قادرين حتى مش قادر تعدلي نفسك في السرير عشان تشرب الميه او تاخد الدواء. تمام؟ الالوبيشيا طبعا ده من ضمن السايد افكت المشهور جدا، وفي دراجز طبعا بتعمل اكتر من غيرها. يعني عشان درجات بتعمل الالوبيشيا موجوده في حاله البريست، دوكسروكسن يعمل الالوبيشيا بنسبه عاليه جدا، باكلي تاكس تاكس يعمل الالوبيشيا جامده جدا في الحاله. اخر حاجه ممكن فيفر اند ايه شيلز عن طريق النيتروبينيا. الكيموثيرابي ده هيعمل ايه؟ غالبا هيشتكوا معظم الكيموثيرابي اسمه ميلو سبريسر، هيعمل ميلو سبريشن. فالميلو سبريشن دي يعمل نيتروبينيا، والنيتروبينيا دي ممكن تدخل المريض في انفكشن بسيط يجي له فيه وشيلز. تمام؟ ما يحصل اي كيمو ثيرابي توكسيستي المفروض انا هعمل ليه ايه؟ ليه باتل هتعامل معاه؟ يعني هعمل حاجه اسمها موديفيكيشن دراج دوز، يعني اقلل الدوز اخدها من 100% اقللها اكتر، او اعمل لها بوست بوني. يعني بدل ما تتاخد في ميعادها تتاخد في ميعاد بعدها. معايا؟ انا لما باجي ادي كيمو ثيرابي بيحكمني ايه؟ بيحكمني ثلاثة بارامتر. يعني انا جالي خدنا ريت في الفتره الاولانيه بعد 21 يوم جالي تاني، فانا ببص على دول. لو هو اصبح ريليتد او في توكسيستي بريزيستنت توكسيستي او في انفكشن معايا، دول ممكن يخلوني اضطر ايه؟ اسسبند الدوز. يبقى وجود التوكسيستي ممكن تخليها اسسبند الدوز، او المريض حالته حسيت البي اس بتاعته بقى مور وورس، حالته الصحيه بقت لا تسمح اللي ياخد. خد المره في الدكتور جاي ماشي على رجليه، المره دي جايبينه ياخد الكيماوي وهو على نقاله. وزي اللي معايا يقول لك يا دكتور هو غير يديني بسرعه الكيماوي لان هو تعبان قوي. هو بقى ظن منه اللي تعبان قوي ده اللي هو على النقاله ده هو اللي هياخد الكيمو. لا، اللي تعبان قوي 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 ده لو انا اديته الكيمو الديزيز مش هيموته، لا هيموته الكيمو ده معايا؟
واخر حاجه ليه؟ الانفكشن. ممكن الانفكشن تخليني اضطر اعمل ايه؟ ديلي للحاله، يعني الحاله جايه دلوقتي. مش شرط يكون الانفكشن ده ريليتد، خلي بالك للكانسر، انا مش قصدي اللي هو جاله نيوتروبينيا وانفكشن، هو حاله بالموني كارسينوما عاديه خالص، جاله مثلا ضمن مني، هو مش نيوتروبينيا، هتقدر تديله كيموثيرابي؟ خلاص وقفت معايا؟ تثبيت الفكره بتاعت كيموثيرابي مكملها في مايورو سبريس الدراج، لسته كبيره كل واحد منهم ليه كاركتر، بيعمل عنده تايم معين يبتدي المايورو سبريشن افكت بتاعه، عنده تايم معين يحصل النداء النذير بتاعي اللي هو اعلى اقل قيمه او الموست سيفير بوينت في الايه؟ في الكورس بتاع الايه؟ المايورو سبريشن. بعد كده بيبدا يحصل ريكفري، حتى الريكفري تايم ايه؟ بيختلف. فاحنا مثلا بنقول ان احنا بندي حاجه اسمها فلوت نيتروفيل كاونت او فلوت نيتروفيل كاونت. انت عارف ان الوايت بلاد سيلز انواع، منها نوع اسمه نيتروفيل، فاحنا بنجيب عدد النيتروفيل نقسمه على العدد الاجمالي معايا. هو دايما معايا بيطلعوا كبيرسن، لا انا باخد البيرسن دي واضربها في العدد الاجمالي، يقوم طالع لي حاجه اسمها ابسولوت على العدد بقى بتاع النيتروفيل كاونت. لو غالبا هو لو بروتوكولات بندي لما النيتروفيل كاونت النيتروفيل كاونت يبقى اكتر من 2000، يعني دايما يبقى في 10 أس 3. دايما احنا اوبرات سيلز اللي فيها بطريقه دي، يعني ما نقولش 4 3، نقول 4 × 10^3. فاحنا دايما نقول ايه؟ 2. لما تلاقي حد بيقول لي 2 بروح بنص، طريقتنا الدارجه في الكلام، يبقى انا قصدي بيها ايه؟ 2 × 10^3، يعني 2000. تمام؟ بالنسبه للبليتلت 120، طبعا دي الافرجات، في كيمو سيرابي بتاخد على نيوتروفيل كاونت اقل من كده، وبتتاخد على بليتلت كاونت اقل من كده، انا بقول الايه؟ العدد اللي هو الافرج بتاع كل كيمو سيرابي. تمام؟ بيبقوا ليهم حاجه اسمها ديفرنت نادير اند ديفرنت ريكفري، زي ما الكيرف ده موضح. كل كيمو سيرابي منهم هيعمل دروب، ده عمل دروب اريا، ده عمل دروب ليت. ودي بنقول عليها نقطه نادير، النقطه اللي حصل فيها اللوست ايه؟ نمبر بالنسبه للابسولوت بروفيل كاونت او البريت. بعد كده يحصل ريكفري، نفس الكلام ريكفري. نفس الكلام قلت لها بالنسبه للكوبايت. كل ما يحصل دبس اكتر، يعني حاله النادير كيمو سيرابي النادير بتاعه بيبقى كام؟ مثلا 60,000، 60 × 10^3. بريت كاونت واحد تاني بيعمل 40، مين يبقى ورث؟ ده معايا؟ واحد بيعمل النادير بتاعه بيعمله بعد ايه؟ بيعمله بعد 10 ايام، واحد تاني بيعمل النادير بتاعه بعد 15 يوم، يبقى مين ورث؟ بعد 15 يوم. احنا طبعا بنيجي نعدل الانترفل تايم انترفل بتوين وان سايكل اند انذر سايكل بيتحدد حسب ايه؟ حسب ده. يعني دايما كيمو ثيرابي موست اوف كيمو ثيرابيوتيك الريكفري بيحصل على اليوم 21، فتلاقي دايما انت السايكل كل ايه؟ 21. في بعض الدراجز بيحصل ريكفري على 15، بيدي على 15. في بعض الدراجز بيحصل ريكفري على 28، بيدي على 28. زي التيموزولامايد، التيموزولامايد اللي خدناه مره في التيمودال ما بيحصلش ريكفري قبل 21 يوم، فبندي على 28. في ادويه ثانيه زي المايتومايسين بيحصل على 6 اسابيع، فتلاقي البروتوكول بيتاخد كل 6 اسابيع. معايا؟ كمل ادفيرس. لا انا بتابع العدد بتاع الخلايا الدم البيضاء بس، منهم نوع اسمه النيتروفيل، فبتابع العدد. النهارده المريض خد هيسترو سي عملتله سي سي وعدته، ثاني يوم خد هيسترو عدته بقيت عد له 20 يوم، عملت له 20 سي بي سي. في خلال 20 سي بي سي دي في رقم اللي هو اقل رقم، اقل رقم في ال 20 ده سمينا النتيجه. معايا؟ ده انت ما تقدرش توصل له الا تعمل ايه؟ فولو اب ريجولار للحاله، يعني هقول لك على ليست خلاص ويكلي، كل ويك في خلال 3 ويك تعملي مره عشان في الاخر تحددي انه ويك حصل فيه الايه؟ النزيف بتاعي. ماشي؟ يبقى اقل كون سواء بقى للبليتلت سواء للوايت بلاد حتى للهيموجلوبين لاي حاجه، حتى الميكوزات السوتيك عليها دي تعمل لها نذير اللي هي الحته اللي حصل عندها الورس او اعلى جريد دي برضه تعتبر نذير بالنسبه لنا، بس هم دايما النذير بيستعملوه في الايه؟ في الهيماتولوجيكال اكتر. لفظ النذير ده دايما تلاقي تكست بوك تلاقيه بتوع الهيماتولوجي بيستعملوه اكتر. معايا؟ من ضمن السايد افكت ممكن تحصل مع الكيمو ثيرابي دايريه زي الفلوراسيل، حالات الفلوراسيل دي بتحصل دايريه او موكوزايتس. في الاخر دايريه او موكوزايتس الاثنين وجهان لعمله واحده. ليه؟ الموكوزايتس دي بتبقى على الجزء اللي فوق الاورا الميكوزا، دي بتبقى على الانتستاين الميكوزا والكرونيك ميكوزا، الميكوزا بتاعت دي نفس الالسرز والتشنجز اللي هتحصل فوق دي هتحصل تحت، بس دي بتبقى دايريه ودي بتبقى ايه؟ موكوزايتس. ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل لها توكسيستي كرياتين كليرنس يقل، يحصل ديكريز، يحصل نيفروتوكسيستي زي السيس بلاتين من المره اللي فاتت، ممكن السيس بلاتين يعمل نيفروتوكسيستي يقلل الكاتين كلانس بتاع الحاله. انا غالبا ما بنديش لو الكاتين كلانس اقل من 55، يعني بدي السيس بلاتين لو الكاتين كلانس بتاعي اقل من 55. تمام؟ انا واحد من الناس بستعمل 60 كمان.
خليني دايما على هو في جردل كان ب 55 وفي جردل 60 دايما باخد الايه؟ الاحوطيه لان انا عارف ان الدنيا عندنا في مصر مش مظبوطه قوي المعامل وكل حاجه مش مظبوطه. الهيبات توكسيستي نفس الحكايه في بعض الدراسات بتعمل هيبات توكسيستي. كل ده بيصب في اخر في ايه؟ حاجه من الاثنين يا اعمل بوست بون للدوزز يا اعمل ايه؟ حاجه اسمها دوز ريدكشن. يعني المفروض انت اسينشال المريض ياخد العلاج. المريض لازم ياخد العلاج باي شكل. فايه بقى الحل؟ ريدوز الدوز بما يتناسب مع الايه؟ مع التوكسيستي اللي موجوده او مع المشكله اللي عند المريض. يعني المريض جاي لي في البدايه عنده مثلا ليفر سيروز. فالليفر سيروز ديت بتخلي جروب الليفل العالي بتاعه. ابدا اعمل ادجستمنت للليفل بتاعي اكوردنج للايه؟ للدايت سيرم رول. المريض اللي عندي جاي لي والكرياتين بتاعه انيشالي مش مظبوط. اعمل له ادجستمنت على حسب الايه؟ الكرياتين كده. طبعا في الكاربوبلاتين اكتر من الايه؟ في الكلاتين. بعد كده الكلاسيفيكيشن بتاع الكيموثيرابي. الكيموثيرابيك ايجنت هنقسمهم لحاجه اسمها فيز نون سايكل نون سبيسيفيك وسايكل سبيسيفيك. سايكل نون سبيسيفيك اللي هو بيشتغل على الريستنج سيل. يعني السيل اللي عندي جي زيرو اللي هي ما بتخش السيل سايكل. في سيرتن سيلز في جسمنا اللي بتبقى هاي ديفرنشال سيلز ما بتخش السيل سايكل. فانا بشتغل على الريسبتورز بتاعتها. بشتغل ريسبتورز زي جلوب وكورتيكويد. جلوب وكورتيكويد دي من ضمن الحاجات اللي هي سايكل نون سبيسيفيك. ملوش علاقه خالص بالسيل سايكل. هو بيشتغل على الريستنج سيل. اوكي؟ لو احنا اعتبرناه اللي هو كيموثيرابيوتيك ايجنت هو يعتبر من ضمن الكانسر تريتمنت بس هو اتسيف مش كيموثيرابي. معايا؟ او الحاجات اللي انا بديها ممكن تكون سايكل سبيسيفيك يعني بتشتغل على السيل سايكل. شغلها سيل سايكل حاجه من الاثنين يا يعني بتشتغل على سبيسيفيك فيس سيل سايكل يا بتشتغل على كل سيل سايكل. زي ما احنا قلنا مره في الكاليتنج ايجنت بتشتغل على كل سيل سايكل. ليه؟ لانها بتكسر التمبلت. دي نيزا تمبلت هي هتهدم التمبلت. فبتهدم التمبلت يبقى هي شغلها ايه؟ سايكل نون ايه؟ فيز نون سبيسيفيك. سايكل سبيسيفيك فيز نون سبيسيفيك. تمام؟ في حاجات فيز سبيسيفيك يعني بتشتغل على سيرت فيز في داخل السيل سايكل. يعني ممكن تشتغل على اس فيز زي الانتي ميتابولايت. الانتي ميتابولايت دي حاجه دراجز بتميمك البيورين وبيرمدين بيزس لانها بتبقى بيورين وبيرمدين دريفت. فهي تشتغل في حته في السيل سايكل الحته اللي السيلز بتبدا تستعمل بيورين وبيرمدين بيزس فيها اللي هي الايه؟ اس فيز. في دراجز بتشتغل على الحته اللي هي فيها الايه؟ لما دي ان ايه عشان يحصل له دي ان دوبليكيشن لازم يتفك. عشان يتفك يبقى محتاج لي كيز انزايم فتشتغل لي كيز انزايم اللي هو تبقى ازمويد انزايم. معايا؟ في مجموعه دراسه بعد ما انا هخلص السيل سايكل خالص وابدا عملت الدوبليكيشن فبقى اصبح كل كروموزوم بيتكون من تو كروماتيد متصلين عند السنترومير. المفروض يحصل كليفج عند السنترومير والكروماتيد من دول يروح للسيل ديت والكروماتيد يروح للسيل دي. فده العمليه بتحصل عن طريق حاجه اسمها مايتوتيك ايه؟ سبندل. مايتوتيك سبندل سنترومير كده طلع من اليمالي من البول اليمالي مايتوتيك سبندل تحصلها بروس لحد ما تمسك في الكروموزوم وتبدا السيل. طبعا المرحله دي بتتم على مرحلتين. اول حاجه اسمها مرحله البروس بتاع التبيولين. يعني في حاجه اسمها تبيولين سب يونت اي وبي بتحدوا مع بعض ويبدا التبيول ليها براند تبيول هي فيلمنت بس بتتكون في الاساس شكلها تبيول فتبدا تنمو. في دراج بعد ما المفروض ما تعمل هتبدا تسحب الكروماتيد يعملها. فانا عندي مجموعتين من دراجز تاكسنز والبينك الكالويدز دول نوع هم بندل ايه؟ ايه؟ تمام كده؟ خلي كده دي اخر سلايد. في اي سؤال؟ اي سؤال؟ شكلي ما سجلتش ولا ايه؟